هذا يسأل عن الصيام، يقول بعض الدول العربية صايمة قبل السعودية بيوم، ماذا يفعل المعتمر الذي خرج صائما خصوصا إذا هذا، إن كان جاء العيد وهو في السعودية حكمه حكم السعودية، يصوم معهم ويفطر معهم، وإن ذهب إلى بلده حكم حكم بلده، فهو حكم حكم المسلمين الذين يأتي آخر الشهر وهو عندهم، يصوم معهم إن صاموا ويفطر معهم إن أفطروا، وإن نقص عليه يوم يقضيه، إذا نقص عليه يوم يقضيه. نعم.